سارة الأعزاء، وصل بكم تاكسي سارة الآن إلى محطة المسرحية الكوميدية الغنائية للسارادية أحلام ياسمين. المسرحية مأخوذة عن قصة الكاتب الكبير فيكتور هيوغو البؤساء، وهي ترجمة الأستاذ الدكتور سمير سرحان كترجمة مسرحية. يقوم ببطولة هذا العمل الفني سوسن بدر جمال إسماعيل، هاتي الجيار، أحمد عبد الوارث، والمطرب حسن فؤاد. ويقوم بإخراج هذا العمل الفني المخرج الكبير الأستاذ عبد الرحمن الشافعي، واللي بيسعدنا إن وصلنا النهاردة في بداية هذا اللقاء يكون معاه أستاذ عبد الرحمن. أهلا بحضرتك معنا. أهلا بيكم أستاذ عبد الرحمن. البؤساء قصة قاتمة إلى حد كبير جدا، كيف تحولت على خشبة المسرح إلى عمل استعراضي غنائي وأيضا كوميدي؟ هو في الحقيقة اتجاه عالمي، مش بتاعنا، يعني احنا ما اخترعناهوش، لأن النهاردة علشان المسرح يكسب جمهور جديد ويقف في وجه المنافسة ويستمر، بدأوا يتحولوا إلى الأعمال الكبيرة من التراث الإنساني ومن التراث العالمي، ويحولوها إلى أعمال مسرحية استعراضية يبقى فيها شو. فالأعمال الاستعراضية كان من ضمنها بؤساء فيكتور هوجو اللي بتتقدم النهاردة في المسرح الإنجليزي، بتتقدم منذ أكثر من 3 سنوات، وقام في الحقيقة الدكتور سمير سرحان بترجمتها للعربية، وقام الشاعر عزت عبد الوهاب بتمصيرها وتحويلها إلى عرض مصري، بغرض أن احنا نقرب هذا التراث العالمي وهذه الفكرة العالمية إلى الجمهور المصري. متى يفرض شباك التذاكر رأيه عليك؟ أعتقد أن شباك التذاكر ملوش رأي عندنا في مسرح الدولة، لأن الدولة الثقافة لدينا في مجتمعات العالم اللي بتسعى للتنمية ضرورية. احنا في نهاية اللقاء بنشكر حضرتك جدا يا أستاذ عبد الرحمن، وبنستأذنك أن احنا ندخل لنشاهد جزء من هذا العمل الفني أحلام ياسمين. أهلا بيكم ضيوف تاكسي سهرة الأعزاء، والآن تعالوا معنا لنشاهد جزء من مسرحية أحلام ياسمين. نستنى وصول ستين يا ياسمين. انا مش فاهم ليه حاطط نيرك من النار، ما انا جايبه الغزل وجايه شايلين القلب ومش عاجبين. لا احنا يا رب كمان ناقصين. كل اللي عليك ياسمين ياسمين ياسمين، راحت ياسمين، جت ياسمين، عملت ياسمين، سوت ياسمين ياسمين ياسمين.